التاريخ التشريعي بالنسبة للختان كما جاء في البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن إبراهيم أول من اختتن، وهو ابن 80 سنة، و بالقدوم، بمنطقة هذه اسمها القدوم، أو بهذه الآلة اختتن بها. وهذا الختان موجود في شريعة اليهود، موجود في شريعة النصارى، موجود في شريعة الإسلام، وكان معروفا عند العرب كما ذكرت في الرواية السابقة التي رواها الإمام البخاري عن ابن عباس عن أبي سفيان في ذهابه ولقائه لهرقل، وكلام هرقل أنه يعني ظهر ملك الختان، ولما جاءه رسول ملك غسان سأله عن العرب، سأله عن النبي صلى الله عليه وسلم مختتن هو، قال نعم، قال وأخبره أن العرب أيضا يختتنون، وسأله عن العرب قال أيضا يختتنون. فإذا هذا التاريخ التشريعي، وأيضا مسألة الختان يعني بقيت موجودة عند العرب وموجودة عند اليهود وموجودة عند النصارى. طبعا من الناس من لا يختتن كان، لكن مشهورة كانت عندهم. وكما جاء في الحديث الذي رواه البخاري عن عمرو بن أمية الضمري في قصة طويلة خلاصتها أن في حرب أحد خرج سباع وطلب المبارزة، فخرج حمزة إليه وقال يعني يا ابن مقطعة البذور على سبيل الذم. إذن كان هذا الأمر مشهور معروف عندهم. وللنبي صلى الله عليه وسلم آثار سيأتي الكلام عليها في باب الأخبار، لكن هذه يعني نظرة عامة في تاريخ تشريع الختان في